بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس العاشر الخاص بتقنية الـ ASP.NET Web API. في هذا الدرس سنناقش Custom Method Name in ASP.NET Web API. أنا محمد إماد عرفة، بهذا الدرس سأتعرف على كيفية إنشاء Custom Method Names بداخل تقنية الـ ASP.NET Web API Controller. بالبداية خلينا نفهم كيف بنعمل ماب ما بين الـ HTTP Verbs والميثودز اللي بتكون موجودة بداخل الـ Web API Controller. الآن بكل بساطة بنعمل ماب ما بينهم بالاعتماد على الاسم، فبالتالي إذا كان عندي اسم الميثود اللي بتكون موجودة بداخل الـ Web API Controller نفس الـ HTTP Verbs فبالتالي بنعمل mapped، أو إذا كان الاسم الميثود الموجودة بداخل الـ Web API Controller تبدأ بنفس الاسم اللي خاص بالـ HTTP Verbs فبالتالي بنعمل أيضا map. فعلى سبيل المثال لو بدي أعمل map ما بين الـ get اللي هي خلينا نحكي methods وخلينا نحكي مع أي اسم method بتكون موجودة بداخل Web API، فبالتالي لابد إنه تكون هاي الاسم الميثود اللي هي نفس اسم HTTP Verbs أو أي اسم آخر مثل get employees get something، المهم تبدأ بنفس عندي اسم الـ HTTP Verb. اوكي خلينا نشوف هذا المثال عملي. لو بروح الان مباشره على الفيجوال ستوديو وباجي بعمل رننج لهاي سيرفيس اللي هي الامبلوي كنترولر، والان بدي اروح مباشره اقوم بمنادات عندي هون اللي هو الاي بي اي امبلوي، فبالتالي حطحنا انه هون ضمن هذا اليو ار اي اللي هو الامبلوي كنترولر، فبالتالي تم عمل اللي هو مابينج مع اللي هو الجيت ميثود. تمام، فبالتالي كيف نعمل ماب ما بين الجيت ميثود والاتش تي تي بي فيرب اللي هي جيت؟ فبالتالي نعمل map based على نفس الاسم لأنه الـ HTTP verbs هي get واللي هي أصلا موجودة أيضا عندي هنا ضمن الـ Web API Controller اللي هو اسمه employee اللي هي عندي هنا اللي هو get، فبالتالي نعمل map عليهم فبالتالي قامت بإرجاع اللي هو الديتا. لأن السؤال اللي بيطرح نفسه هل لو أنا قمت فعليا بتغيير عندي هنا اسم الميثود نيم الى مثلا get all employees على سبيل المثال هل راح تشتغل معي؟ الجواب بكل تاكيد هو نعم، لانه ستيل هذا الاسم يبدا ب خلينا نحكي نفس اسم خلينا نحكي ال HTTP verbs اللي هو بهاي الحاله get، فبالتالي راح نعمل map مع خلينا نحكي ال get verb. فبالتالي لو برجع الان خلينا نحكي build لا solution راح تلاحظ انه هون عندي build started build succeeded. الان لو بعمل كتل و F5 وبرجع مره ثانيه عندي هون بنادي ال API employee من المفترض انه يقوم بارجاع اللي هو الداتا، فبالتالي حتلاحظ انه عمل map ما بين عندي ال HTTP verb اللي هي get خلينا نحكي verb و خلينا نحكي ايضا الميثود اللي هي get all employees. تمام، الآن أيضا في نقطة مهمة إنه لو أنا فعليا قمت بحذف عندي هنا اللي هي get وحكيت بدل get مثلا خلي لي اسمها load all employees، الآن بكل بساطة لو باجي بعمل عندي build للبروجكت وبعمل running لهذا السيرفيس اللي هو الامبلوي وبنادي عندي هنا اللي هو الـ API controller، الآن يجب أن لا يقوم بإرجاع الداتا لأنه فعليا أنا في عندي هنا اللي هو HTTP verb اللي هي get، هاي الـ get فعليا حاول يبحث اللي هو الـ ASP.NET Web API عن أي method بداخل هذا الـ employee controller تحتوي أو خلينا نحكي اسمها اللي هي get أو خلينا نحكي تبدأ بـ get، فراح تلاحظ إنه فعليا ما عندي، لذلك طبعا ما عندي، وطبعا على نفس خلينا نحكي الـ structure اللي هي employee forward slash اللي هي get، فبالتالي أنا فعليا ما عندي، لذلك لاحظت إنه هنا رجع لي إنه the requested resources does not support HTTP method اللي هي get. تمام، الآن لو بدي في نفس اللحظة أنا أستخدم نفس هذا الاسم خلينا نحكي الميثود اللي هو custom method name وبنفس الوقت بديها تستجيب للـ get verb، فعند هاي اللحظة لابد إني أستخدم عندي هنا اللي هي الـ attribute اللي هي HTTP get. اوكي الان لو برجع مره ثانيه بعمل build للبروجكت راح تلاحظ انه عندي هون اللي هو build started build succeeded، انا برجع مره ثانيه بعمل control و F5 وبنادي عندي هون اللي هو API employee راح تلاحظ انه راح يقوم الان بجلب الداتا بدون اي مشاكل زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي الان لو بروح مباشره عندي على الميثود الثانيه اللي هي get وراح تلاحظ انه هاي الميثود هي عملها بتجيب اسم الموظف بالاعتماد على الاي دي، فلو بدي اغيرها مثلا بدلا من get الى مثلا خلينا نحكي عندي هون اللي هو load خلينا نحكي employee خلينا نحكي by id زي ما احنا فعليا شايفين.
اوكي، الان لو باجي مباشره بعمل عندي بيلد للبروجكت، لاحظت لحظه عندي هون اللي هو بيلد ستارتد بيلد سكسيدد. الان لو بضغط على كنترول و F5، وبالان باجي بنادي مباشره اللي هو الاي بي اي امبلوي، وبحاول اعمل اكسس على الموظف اللي هو رقم 1. هل راح تستجيب؟ لاحظت لحظه انه فعليا ما استجابت. ليه؟ لانه قامت هي فعليا بعرض جميع معلومات الموظفين. فبالتالي اذا هو حاول انه يبحث على، خلينا نحكي ميثود، تمام، ضمن الامبلوي كنترولر عمالها هي، خلينا نحكي تبدا ب جيت، تمام، او اسمها جيت، ففعليا هو ما وجد، لكن ضمن اول ميثود وجد انه هون عندي اللي هي اتش تي بي جيت، فبالتالي راح يستجيب الى هاي الميثود وليس الى هاي الميثود الثانيه، لانه هاي الميثود هي فعليا لا تبدا اسمها مش نفس الاسم اللي خلينا نحكي اللي هي جيت، كذلك الامر لا تبدا ب جيت، وكذلك الامر هي ما في إلها اتريبيوت اللي هي اتش تي تي بي جيت، لذلك لما انا ناديتها عندي هنا ضمن اليو ار اي فعليا ما استجابت للجيت. فاذا بدي اياها تستجيب بكل بساطه راح اقوم الان عندي هنا بالتعديل الى اتش تي تي بي جيت. مره ثانيه راح نيجي نعمل الان بيلد للبروجكت، بيلد ستارتد بيلد سكسيدد كنترول و اف 5. لاحظ انه الان لو بناديها مره ثانيه راح تلاحظ انه راح اقدر الان اعمل اكسس على الموظف اللي هو رقم 1. اوكي، طبعا كذلك الامر بامكانك انك تستخدم انذر اتريبيوتس حتى انك تعمل كاستم للميثود نيمز ضمن اللي هو الكنترولر، اللي هم مثل خلينا نحكي ال HTTP post، ال HTTP put، وال HTTP delete، وطبعا كل واحد منهم هاي ما يقابلها بال HTTP verbs. ف HTTP post بيقابلها post، put put، و delete delete، واكيد get get. اوكي، اذا هذا هو كل شيء بالنسبة لدرسنا اليوم. بتمنى ان يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.